فرحة كبيرة لكل أفراد أسرة ليفربول بين حاضرهم وتاريخهم ومستقبلهم. ليلة كبيرة قدمها ليفربول انتهت بهذا الانتصار الكبير بثلاثة أهداف دون مقابل، ليلة لن ينساها محبو ليفربول. سنعود بعد الفاصل للوقوف عند الأهداف الثلاثة وعند أبرز ما حدث في هذه السيارة الكروية من الشامبيونز ليج. ابقوا معنا. إذن انتصار كبير، أبدأ معك أبو تريكة بالحديث عن هذه المباراة، عن هذا الانتصار، عن المباراة الكبيرة التي قدمها ليفربول والتي لم يخرج فقط فيها منتصرا بالأهداف الثلاثة، بل حرم فريق مانشستر سيتي من تسديد أي كرة على المرمى للمرة الأولى في تاريخه في الشامبيونز ليج. يعني فوز عن جدارة واستحقاق يا محمد. كلوب من المدربين القلائل اللي بيلعب جوارديولا وما عندوش عقدة نقص. يعني الدليل اكثر ما انتصر طبعًا عليه طبعًا. ست مباريات وسبع اذا احتسبنا ركلات ترجيح، بيحضر انه ازاي يكسبه، ازاي يفوز عليه، وده منطقي. النهارده استراتيجيه الشوط الاول، عمليه الضغط اللي كانت موجوده في الثلث الهجومي، وعمليه الضغط الموجوده في نص الملعب، وعمليه السيطره الكبيره والتحول السريع، وثلاث اهداف في اول 30 دقيقه. شوف بقى الاستراتيجيه اختلفت ازاي في الشوط الثاني. الفريق بذل بدنيا، بذل شغل بدني في الشوط الاول كتير، فالطبيعي انه يحصل تراجع، وساب الكره للسيتي في مناطق غير خطيره، عشان كده ما فيش خطوره للسيتي. حاله السيتي سيئه، انما مين اللي خلى حاله السيتي سيئه؟ ليفربول. مش هم سيئين عشان نقول انهم سيئين، لا، في ضغط، في تنظيم. النهارده الدفاع ليفربول قدم مباراه كبيره، مباراه العمر، افضل مباراه في الموسم، مباراه كبيره. وبعدين التنظيم حلو والتركيز كويس، وبالروح يا محمد والرغبه، اللاعبين يقاتلون لاخر دقيقه، ودي نقطه مهمه جدا. 3-0 نتيجه كبيره بالنسبه لكلوب، حط استراتيجيه ممتازه، لغى خطوره السيتي. السيتي النهارده ما شفناش جيسوس، علامه استفهام كبيره على جيسوس. جيسوس اول مره يلعب في الانفيلد، اجواء جديده عليه، راجع من اصابه، ما فيش عمق هجومي، ما فيش تنظيم هجومي بالنسبه للسيتي، ما فيش انتشار، ما فيش الديناميكيه اللي كانوا مميزين بها في المباريات الاخيره. فان دايك حل الفلوس اللي اندفعت فيه طبعا، كل اللاعبين ما تقدرش تطلع نجم المباراه واحد فيهم، انما كل اللاعبين حتى بالبدلاء اللي نزلوا محمد، في اعتقادي مباراه نموذجيه، استنسخ كلوب مباراه الدوري، بل بالعكس مباراه بدون اخطاء. صحيح. مباراه بدون اخطاء، في اعتقادي تقدم مستحق، فوز كبير بشخصيه كبيره، بروح، كل عناصر التفوق كانت موجوده بالنسبه لليفربول. والاستراتيجيه زي ما قلت اتغيرت من الشوط الاول للشوط الثاني، ده وضع طبيعي. استنزف بدنيا، ما فيش خطوره، لان النجوم بتاعته خروج صلاح اراح نوعا ما الدفاع السيتي، ايضا فيرمينو بذل مجهود كبير في عمليه الشوط الاول ومجهود كبير في عمليه الجانب الدفاعي. في اعتقادي مباراه كبيره، مباراه ممتازه بالنسبه لليفربول، ويستحق المكسب عن جداره، ويستحق. استفاد من دروس مباراه الدوري اكيد اللي شاهدناه انهار فيها في الدقائق الاخيره، واستفاد من كم هائل من مباريات جمع بينهما في المانيا، في انجلترا، في اكثر من دوري. طبعا، لانه هو في مباراته اللي في الدوري 4-3 بالانفيلد استخدم افكار مرهقه بصوره كبيره جدا، الضغط العالي، واستمر الى الشوط الثاني الضغط العالي، والضغط العالي مرهق جدا على مستوى الفردي ومستوى الجماعي. لكن في هذه المباراه سجل 3 اهداف في الشوط الاول، والشوط الثاني عمل على كيف تامين هذه الاهداف، ان كيف تتعامل مع بيب جوارديولا. هذا بحد ذاته يعني انجاز كبير، لان ان تمنع من التسجيل وان تمنع من الاستحواذ، خلى يستحوذ، لكن كيف الاستحواذ الايجابي وكيف الاستحواذ السلبي. الاستحواذ الايجابي هو انك تسجل في نهايه الاستحواذ، السلبي هو انك تضيع الوقت ولا تعمل على كيف ان تسجل. لكن هذا الرجل تعامل مع المباراه بصوره ممتاز جدا، اعجبني كيف التعامل الموجود، خصوصا انه في ظل الغيابات. تكلمنا عن ما تبغى الموجود، لوفرين موجود، لوفرين اخطاء كثيره، لكن اليوم ظهر بصوره ممتاز جدا. غياب امريكان، موجود هندرسون قام بالواجب في وسط الملعب. خروج صلاح في الشوط الثاني لم يؤثر على شكل الفريق، بالعكس الفريق اصبح يؤدي بصوره ممتازه، استمر على هذا الاداء. النقطه المهمه هو في مرحله الذهاب والاياب كيف تحافظ على مرماك اللي سجل فيك هدف. هذه النقطه مهمه جدا، عمل عليها كلوب، وهو انها الصعب. نعم، سجل 90 دقيقة أمام السيتي دون أن يسجل فيه. نعم، سجل 3 أهداف وحافظ على مرماه بأن لا يسجل عليه، واستطاع أن يعمل بصورة ممتازة في الثلث الهجومي في التحول السريع. لذلك
لما نتكلم عن أن فريق ليفربول في هذه المباراة هي تأكيدا لجدارته في المباراة السابقة. هو المسلسل الموجود، المباراة الأولى طرد ماني في الشوط الأول انتهت بنتيجة 5 في نتيجة كبيرة، لكن في مرحلة الإياب بالأنفيلد فاز ب4-3، واليوم تأكيد لهذا التفوق. يحق لليفربول والجماهير أن يفتخر في أنه هو ما وصل إليه الفريق. أغلب وأصعب الفرق وأقوى الفرق تمتلك إمكانيات أمام بيب غوارديولا، أمام السيتي تدافع بصورة مبالغة وتعمل على التأمين على الناحية الدفاعية ولا تفعل الناحية الهجومية، لذلك كان أغلب الفرق تأخذ بنتيجة كبيرة جدا. لكن أن تدافع وتهاجم بنفس الوقت وتعمل على تحجيم الفريق ودفع الفريق إلى قوة أنت تمتلكها إنجاز، وتحديدا في عمق الملعب، هذا بحد ذاته إنجاز يحسب لكلوب ويحسب لليفربول. هذه المباريات التي تسجل في تاريخ وتسجل بتاريخ ليفربول بالعصر الحديث، لأن كرة جميلة ونتيجة رائعة. تعالوا نستمع لتشامبرلين نجم إنجلترا وليفربول وصاحب الهدف الثاني في هذه المباراة في تصريحات بي إن سبورتس. أليس تهانينا، عدد من الفرق التي حاولت هزيمة السيتي وفعلتم ذلك، لقد فعلنا ذلك مرتين ولم تكن مأمورية سهلة. بكل تأكيد هم فريق رائع يلعب كرة قدم رائعة، وكنا نعرف أن بإمكاننا أن نتغلب عليهم إذا هاجمنا وكنا جيدين ولعبنا بمستوى 100%، فعلنا ذلك في الشوط الأول. ربما فزنا بالمباراة في الشوط الأول وكان يجب أن نكون مستعدين للدفاع في الشوط الثاني، ولكن أعتقد إجماليا كانت ليلة رائعة جدا، ومن المهم أننا دفعنا بشكل جيد. ربما لا تحب أن ترى اسمك لأنه هو الهدف الثاني الذي سجله ضد السيتي. أعتقد أنه شيء جميل أن نسجل هدف ثاني على مانشستر سيتي، ربما هي مباراة ذهاب مهمة جدا، ومن الجيد أن أسجل نركز في المباراة المقبلة. ما هي أهمية المباراة الثانية وأنتم لم تستقبلوا أي هدف؟ بكل تأكيد هذا شيء رائع لا تستقبل أي أهداف، وأيضا بإمكانك ربما أن تسجل خارج الملعب، ولكن أعتقد أننا لعبنا هجوم جيد. ولكن الأهم أعتقد أن الثناء للاعبين في خط الدفاع، هندرسون وميلنر ولاعبي الوسط، أعتقد أنهم كانوا رائعين، لقد غطوا كل المساحات على الملعب وهذا شيء جيد. وأيضا روب والظهير الأيمن واللاعبين في الوسط، أعتقد أنها كانت ليلة رائعة دفاعيا وأيضا في الهجوم. كنا نعرف أن بإمكاننا نسجل وهذا ما فعلناه. دائما الليالي الأوروبية جميلة جدا، كيف استمتعتم بها مع الجمهور؟ أعتقد أنها أن أجمل أجواء عشتها في كرة القدم، الجمهور رائع جدا منذ البداية وحتى النهاية وحتى في فترة الإحماء. بكل تأكيد أعتقد أنهم كانوا يغنون ويصفقون. إلى أي مدى هذه النتيجة يمكن أن تجعل ليفربول في نصف النهائي؟ هل يمكن للسيتي أن يعود وكيف؟ نتكلم على أول على المباراة، كيف نجح ليفربول؟ ليفربول نجح في ثلاث أشياء. نجح أول شيء في عدم ارتكاب أخطاء كانت مؤثرة، نفس اللي كانت في المباراة الأولى، كان مركز بشكل كبير في تقريبا ثلاث مباراة. في قمة التركيز في يوم ليفربول. ثاني شيء كانت تهدو النجاحة، نتكلم عن النجاحة، كانت هناك فرص. أغلب فرص سجلت، يعني من لم تكن هناك، يعني كانت تقريبا 5 أو 6 فرص سجل منها فريق ليفربول 3 أهداف، وهذه كانت نجاحة مهمة في ثلاث مباريات. الشيء الثالث وهو قوة لاعبين فريق ليفربول في وسط الملعب في ثنائيات، دائما كانت الغالبة للفريق ليفربول لا الهوائية ولا حتى الأرضية، كان دائما الفريق يتفوق في الثنائية، وهذا شيء مهم في مثل هذه المباريات. شيء آخر أنه حتى في الشوط الفرصة الأخيرة لماني من سولانكي كانت من كرة ميتة، صحيح كان تقريبا ممكن يسجل هدف رابع، صحيح كان ممكن يسجل الهدف الرابع. تغيير خروج صلاح، المدرب تعامل مع المباراة بشكل جيد، عندما أدخل اللاعب فينالدو أصبح يلعب 4 لاعبين في وسط الملعب، يلعب شامبرلين جهة اليمنى وهندرسون مع فينالدو في قلب في وسط الملعب، واللاعب ميلنر في الجهة اليسرى، بالتالي أغلق كل المساحات.
يعتمد اكثر على المرتدات كثيرا بمنار وبهندسه وكان كان كان جيد كان جيد اليوم حتى تركيز تكتيكيه كان افضل بكثير من فريق السيتي. السيتي اظن انه خيار الاول انه خيار كان سيء من غوارديولا للسبب الاول. هناك اسباب. السبب الاول خياراته بالتشكيله الخاطئه اظن انه ربما استراتيجيته كانت خاطئه. بالعكس كلوب استراتيجيته كانت ناجحه اليوم في بدايه المباراه اعتماد على غاندوغان. انا غاندوغان شفناه انا اعتقد ان غاندوغان ربما كان يلعب هو كان لاعب ارتكاز في عمليه الاستلام لكن وجود دو براين يكون هو في الامام عنده اللمسه الاخيره عنده السرعه عنده التسديد عنده حريه التمرير لكن الخطا انه كان يرجع الى الوراء ليستلم هو من عند المدافعين. فرناندينيو كان تقريبا كان لاعب دائما يغطي اكثر اللاعبين الوسط لكن في دي بروين ما شفناش الخطوه الان كان يبتعد اكثر على المنطقه الخطيره دائما يكون خاطر في الثلث الاخير من الملعب. كان غاندوغان المفروض كان غاندوغان هو اللي يرجع المفروض كان يغير في تقريبا نص ساعه يعني نص ساعه كان ممكن يدخل اللاعب ستيرلينج من 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 في نص الساعه الاولى الشوط الاول في الشوط الاول نتكلم على الشوط الاول. لكن هذه كره القدم دائما في اشياء تكلمت عن العوده كيف ستكون المفروض السيتي يعني يشوف كان الاخطاء لان الان ليفربول في حاله جيده هو متقدم 3-0 اكيد هو سيلعب على المرتده لن يفتح الملعب فريق ليفربول هدف واحد 6 لازم يسجل 5 صحيح لازم يسجل 5 اهداف والشيء الايجابي على ليفربول يحب ان يكون دائما يلعب على المرتده عنده لاعبين عندهم سرعه عنده صلاح ممكن يسجل في اي وقت ممكن يسجل والان مطالب هو تحت الضغط فريق سيتي يجب اول شيء ان لا يسجل عليه الهدف صحيح ان لا يسجل عليه الهدف وان يضغط وان يسجل صعب تلعب مع فريق منظم فريق عنده سرعه عنده لعب مرتدات عنده لاعبين عندهم السرعه وعندهم المهاره انه ممكن يخلصوا المباراه في اي لحظه يسجلوا الهدف وبالتالي اظن يجب قراءة الفريق بشكل دراسة الأخطاء ووضع كما قلت استراتيجية تكون ناجحة المرة في عملية الضغط في عملية تسجيل أهداف الآن المطالب هو بتسجيل أهداف أكثر من ليفر وعدم تلقي ولا هدف. كرة القدم أبو تريكة غريبة أحيانا في مباراة كل شيء يتغير أحيانا في أسبوع كل شيء يتغير. نتذكر بداية الموسم ونتذكر جيدا ما حدث أنا ذاك لبعض اللاعبين منهم تشامبرلين اللي كان على دكة بدلاء في الكثير من مباريات أرسنال فجأة أصبح لاعبا غير مرغوب فيه معروض للبيع ينتقل إلى ليفربول يسجل في ربع النهائي في مرمى السيتي يسجل في مرمى السيتي في ليفربول يساهم بفوز الفريق في مباراتين وأيضا هذا ينطبق على فان دايك اللي كان ليس على دكة بدلاء كان في المدرجات كان خارج أسوار نادي نتذكر بداية الموسم مع ساوثهامبتون يعود تدريجيا للفريق وأيضا كان غير مرغوب فيه ينتقل في فترة الشتاء إلى فريق ليفربول ويساهم الآن بالشباك النظيفة التي خرج فيها اليوم ليفربول في أهم مباراة في الموسم. يعني طبعا الاثنين لعيبة محمد استخدمهم كلوب كويس يعني كلوب بيعرف ينقي اللعيبة ويختار اللعيبة المناسبة لأسلوبه ويعرف يوظفه ويعرف يطوره دي كريدت بالنسبة له يعني بيبني السيستم معين ويختار اللاعبين المناسبين لهذا السيستم وهذه الافكار. النهارده فان دايك قيمه كبيره في الجانب الدفاعي في عمليه القياده في عمليه التمركز في عمليه التوجيه كل الحاجات دي موجوده.